يتسألوا هل قادرين يعيشوا فيها؟ ما دام، وهذه لازم يعرفها كل انسان، ما دام اني حي، ما دام اني نفس، عندي الامل ان الجزائر ستبقى قوة قوية، وستبقى الجزائر قوة حقيقية، وستبقى الجزائر قوة في هذه المنطقة. نعم كالامل، نعم كالامل الجزائر ستصبح دولة قوية، نعم كالامل لكل شاب أنه يتزوج ويدير دار، وأنه يكون عنده أولاد، وأنه يعيش في بلاد مستقل، وأنه في محبوها. نعم أن كل واحد فينا قادر يخدم، وكل واحد فينا قادر يعيش سعيد في هذه البلاد. فقط علينا أننا نعمل، فقط علينا أن يكون عندنا حسن التطبيق، بنيناها على الأخلاق السياسية واحترام الإنسان. أن الذي ينتخب من جهة المستقبل هو مدير للشعب، هو جا مسبب باش يخدم الشعب، ما جاش باش يخطف الشعب ولا يخدر الشعب ولا يشرق الشعب بمحن وبآلام وبملايين الشهداء. اللي في الظل احنا واحد كيف هو يرتاح يقول له روح للظل. للأسف هذه الأشياء لأننا احنا ما تحملناش مسؤوليتنا كجيل، لأننا احنا كنا ساكتين سنين على ظلم عدم التوازن بين الولايات وخيرات كثيرة اللي كانت تمشي هنا وهناك، والكثير منها كان يمشي للخارج كالنزيف لا يمكن يكملها. ما كانش واحد يخدم لكم بلادكم اللي ما وقفتوش توما كي رجال ونساء وتشمروا على رعيتكم وتخدموا بلادكم، توما الوحيدين اللي قادرين تخدموا بلادكم. تخدموها اولا انكم تختاروا في هذه الانتخابات المحليه رجال ونساء في البلديات في المجلس الشعبي الولائي اللي قادرين حقا انهم يدافعوا عن المشاريع، يدافعوا عن الفقير والمحتاج،